الشيخ سامي جميل. ليه بيعيطولك شيخ؟ التلاميذ ناطرين وعنار. رح نسألك تقريبا 100 سؤال. حلو. واجهوه. همك الانتقاد وبس، مظبوط؟ ليه ما كان بدك ميشيل عون يجي رئيس؟ انت بتحلم تكون رئيس جمهورية؟ مجلس نواب هو الملعب تبعي. فاتوا بخصوصياته. تركت البيت وعشت لحالك، متخانق انت وخيك شيء؟ ما خيو مع بيو مع كل العالم. شو الفرق بينك وبين بيك امين؟ اذا اجاك صبر حتسميه بشير او بياس. سؤال حلو. ليه قررت تعمل السياسي مثل جدك وبيك وعمك وخيك؟ هيدي ما اسمها وراثي سياسي. كان شعورك بالبرلمان انت عم تحكي وفل الشيخ سعد؟ ودقوا بالوتر الحساس. شو عمل حزب الكتائب للدفاع عن لبنان ضد الاسرائيليين والارهابيين؟ دق الجرس. ميريام كلينك بالانتخابات مين حطلها اسمه؟ هذا سر بس. هالاحد وكل احد 9:30 و5 المساء على الام تي في. طب غني لنا شي كراوكي انا وياك.